طبعة المشاهد تبدأ الآن. أهلا بكم مشاهدينا وإلى أبرز العناوين. وزير الإعلام يقف على استعدادات الوزارة ويدشن خدمات الإعلاميين في بوابة الحج الرقمية. الدفاع المدني يستعد لموسم الحج بمسح جيولوجي وفرضيات لتأمين ضيوف الرحمن. مركز أداء يبدأ عمليات قياس رضا ضيوف الرحمن والمتسوق الخفي ومنصة وطني تتصدران. نبدأ مشاهدينا أولى ملفاتنا الصحفية، حيث تفقد وزير الإعلام تركي شبانة المركز الإعلامي للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام، واستمع إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته والخدمات التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، كما دشن خدمات الإعلاميين في بوابة الحج الرقمية التي تشكل منظومة خدمات إعلامية متعددة إلى جانب التنسيق مع الوفود الإعلامية الدولية. ومشاهدينا، قبل البدء بمناقشة ملفاتنا الصحفية مع ضيوفي، دعوني أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ فهد الأحمري، حياك الله سهد. حياك الله، أهلا يا أهلا بك. وأيضا مشاهدينا، ضيفي من أبها البهية الأستاذ سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا أستاذ بدور، حياك الله وضيفك. حياكم الله جميعا. أبدأ معك أستاذ فهد، يعني ما أهمية إقامة منبر إعلامي موحد لكافة الجهات الإعلامية المشاركة في موسم هذا العام الحج؟ طبعا طبعا شيء من البديهيات، من الأمور الضرورية جدا. الخطة الإعلامية الاستراتيجية تقدمها وزارة الإعلام حقيقة محل تقدير جدا، ولو أننا نطمع في الأكثر، نحن اليوم في وسط الموسم ونحتاج لذكر المحاسن الإيجابية. صحيح. وبعد الموسم هناك ملاحظات وانتقادات، لسنا دائما في الصف ذكر المحاسن فقط، لابد من ذكر أيضا الأخطاء والسلبيات، لأن حقيقة الدولة تقدم خدمات هائلة للحجاج والمعتمرين. تفوق إعلامنا، تفوق التغطية الإعلامية حقيقة. صحيح. أشيد أيضا ب اللي هي مبادرة طريق مكة، وهي مبادرة جميلة أيضا. نعم. خدمة الحجاج من مكان من وطنهم، بحيث أنه يتم إجراءات الجوازات ويتم. نعم. إجراءات ترميز العفوش وكذلك الكشف الصحي، بحيث أنه يدخل المملكة العربية السعودية وهو جاهز
على طول للباص. نعم. أيضا فيه خدمات تقدم للصحفيين حقيقة الدوليين، يعني المملكة العربية السعودية. نعم. استخدمت أنا عندي هنا انفوغراف كبير جدا، يبدو أنه العام الماضي والسنة هذه في تحسن، 818 صحفي دولي استضافتهم المملكة العربية السعودية في قنوات ليست إقليمية عربية وإسلامية فقط بل دولية. نعم. وهذا الدليل أنه المملكة العربية السعودية تفتح أبوابها لكافة القنوات الدولية وكافة الوكالات وكافة الصحفيين، لأن لديها شيء يبيض الوجه ويجمل المكان، فقدمت هذا أيضا للإعلاميين. طبعا في المركز الإعلامي الدولي لتقدم وزارة الإعلام جيد حقيقة. أنا حضرته في مناسبات مختلفة ليس في الحج. نعم. كان رائع جدا. نعم. مستضاف من عدة دول. بالنسبة للمشاهدات الرقمية والمنصات الرقمية، أنا شاهدت في الانفوغراف هنا أنه حوالي 89 مليون عدد المشاهدات في العام المنصرم. نعم. وهذا يعني أداء جيد. المواد المنشورة والمكالمات اللي تقدمها تجاوز 2000. نعم. أستاذ سلمان، نافذة واسعة جدا يطل من خلالها العالم على المشاعر المقدسة لحظة بلحظة من خلال طرح إعلامي متنوع يتمتع بالمصداقية أكيد والحس العالي في التقاط أدق تفاصيل الحج، أيضا تحركات الحجي. سؤالي لك، ما هي الصورة التي تود المملكة إرسالها للعالم أجمع؟ في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم. حياك الله. وأبارك للقيادة الحكيمة وللشعب السعودي العشر المباركة من ذي الحجة. سيدتي، ما قامت به وزارة الإعلام السعودية من خطوة جبارة لتنويع بصراحة مصادر الإعلان عن هذا الموسم ليصل إلى كل العالم، هو خطوة بصراحة متطورة عن الأعوام السابقة، خاصة وأن هناك كانت 5 أو 6 لغات، الآن نلاحظ 13 لغة، وهذه اللغات تمتد إلى أكثر من ثلثي العالم. المملكة العربية السعودية وتحديدا وزارة الإعلام عندما خطت هذه الخطوة فهي تلبي احتياجات العالم، لما هي لا تريد المملكة العربية السعودية أن توضح ما تقدمه من خدمات، لأنها في غنى عن ذلك، لأن لو أتت وزارة الإعلام السعودية وكل قنوات العالم لتغطي ما تقدمه المملكة العربية السعودية للحج سنويا ما كفت كل هذه الوسائل أن تغطي جانب واحد من هذه الخدمات. هناك خدمات في الظاهر وهناك خدمات في الباطن تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج دون أذى أو منا كل عام، ولكن هذه الخطوة هي من أجل أن توصل للعالم الذين يريدون متابعة الحج وما يحدث من تطورات وأحداث ومتابعة دقيقة بدون بكل شفافية ومصداقية، وبعيد عن الإعلام الضوضائي الهش الذي يحاول أن يشوش على الحج أو يحاول أن يخيف العالم بأحداث معينة أو مفبركة. لذا المملكة العربية السعودية بكل شفافية تضع الحج مفتوحا أمام العالم ليشاهد من أطهر بقعة سير المشاعر وكيف يغدو الحجاج ويأتون ويذهبون بكل أمن وأمان. هذه القنوات وهذا الفتح المجال الإعلامي للمملكة العربية السعودية ليس بجديد، المملكة لا تزال إلى حتى هذه اللحظة تفتح منابرها الإعلامية وغرف عملياتها الإعلامية. نعم. للمتابعة لأي قناة في العالم على أن تنقل الحقيقة كما هي وبكل مصداقية. جميل. أستاذ فهد، هل نجح الإعلام السعودي في إيصال الصورة الحقيقية للمملكة لا سيما دورها في تنظيم مواسم الحج لكل عام؟ حقيقة نكون واضحين صريحين، ليس بعد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه المستوى الإعلامي عندنا زي ما ذكرت لك أقل من جهود المملكة العربية السعودية سواء في الحج وحتى في غيرها، المواقف الإنسانية تقدمها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات أيضا محل تقصير إعلامي. نحن في حاجة ماسة أيضا لزيادة المنتج والتغطية الإعلامية، وليس فقط في موضوع القنواتنا الخاصة، أيضا نحتاج للوصول إلى المراكز الإسلامية ومراكز تواجد الحجيج في بلدانهم، وبالتالي نشر وضع المنشورات وتوعيتهم
وضعهم أمام الجهود الحقيقية. هناك أيضا حتى نظرة خاطئة للرسوم التي تأخذها المكاتب في بلدانهم ويضعونها يحملونها المملكة العربية السعودية. الكثير يظن أن هذه المبالغ تأخذها الدولة، بينما الدولة لا تطلب قيمة تأشيرة الحج للمرة الأولى مجانية. نعم. كثير من الناس يجهل هذا ويظن هذه المبالغ تصل إلى الحكومة السعودية، بينما الحقيقة أنه الحج والعمرة للمرة الأولى مجاني، تأشيرة مجانية، بينما من أراد يكرر الحج فإن عليه أن يدفع الرسوم الآن حوالي $500 تقريبا تساوي 2000 ريال، لكن الدولة لا تحتاج هذا المبلغ ولا تتكسب من ضيوف الرحمن، إنما الرابط في تأشيرها اللي ما بعد الأولى هي بسبب أنه الآخرين يتركون مجال لعموم المسلمين في الحج، وكذلك يقدرون جهود المملكة العربية السعودية في خدمتها للحجيج. أستاذ سلمان، سؤال أخير في هذا الملف. 151 قناة، 36 بعثة دولية، 923 إعلاميا، 7 مواقع بث مباشرة على مدى 24 ساعة، 60 مصور و20 مخرج، 30 مراسل و25 معد. كيف تقرأ هذه الاستعدادات وهذه الأرقام الناتجة عن الخدمات التي تقدمها المملكة طبعا لضيوف الرحمن؟ كل هذه الأعداد سواء من صحفيين أو إعلاميين أو مصورين، يعني كل وسائل الإعلام أو القنوات أو الكاميرات لا تستطيع أن تغطي بكل صراحة ما تقدمهم. أنا لا أريد أن أمدح المملكة العربية السعودية فهي غنى عن المدح، ولكن لا يغطي جانب واحد ما يدور في مكة. لدينا خدمات طرق، لدينا خدمات لبعض رجال الأمن الذين يتوزعون في كل مكان في مكة المكرمة لخدمة الحجاج، لا يمكن تصوير ما يقومون به من أدوار. نعم. من حمل كبار السن ومساعدة للأطفال، يعني ومساعدة للنساء وغير ذلك. يعني تتفق ولا مقطوع حديثك سيدتي؟ نعم. أنه ولا مقطوع حديثك، يعني تتفق مع الأستاذ فهد في أن الإعلام السعودي مقصر، وسائل الإعلام السعودية مقصرة في تغطية كل ما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن؟ طبعا، لأن ما يتم تقديمه أكبر من أن تظهر وسائل الإعلام. لا. المملكة العربية السعودية يا سيدتي، وهذا أريد أن أوضحه للعالم، فاتحة ميزانية القيادة الحكيمة خاصة للحجاج ولمكة وللمشاعر. هذه الميزانية الضخمة ستولد العديد من الخدمات. لدينا أكثر من 370 ألف مجند في خدمة الحجاج، هل يمكن تغطيتهم ب 120 مصور أو 30 حتى 1000 أو 100 ألف؟ لا يمكن، مساحة ضيقة والخدمات جليلة وأكبر من ما يمكن. نعم. أنتقل بكم مشاهدينا إلى ثاني ملفاتنا الصحفية، حيث يستعد الدفاع المدني لتأمين مشعر ميناء استعدادا لموسم الحج من خلال مسح جيولوجي وتمارين وفرضيات تحليل المخاطر. أكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر ميناء جاهزية استقبال ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن قوات الدفاع المدني بالمشعر تتولى الجانب التنفيذي في ميناء لتحقيق الهدف العام من خطة الدفاع المدني لتأمين السلامة والوقاية من المخاطر، مؤكدا أن القوات على أهبة الاستعداد لكافة المخاطر والتقلبات الجوية المتوقعة، إضافة إلى المخاطر التي رصدت من الخبرات المتراكمة من المواسم السابقة للحج. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أرجع لك أستاذ فهد، كيف تصف جهود قوات الدفاع المدني في موسم الحج؟ من أهم القطاعات المتواجدة في الحج الدفاع المدني. حقيقة الدفاع المدني يقدم إرشادات مهمة ليس فقط في مع الحجيج، لكن أيضا يقدمها في داخل المخيم وخارج المخيم. يقدم الإرشادات بخصوص المخاطر المحتملة في موضوع في حالة السيول، في حالة الأمطار، حتى في حالة تساقط الصخور، في حالة الازدحام. يقدم إرشادات كيف يتعامل الحاج في مسيرة في الأنفاق، سواء أنفاق السيارات أو أنفاق المشاة. طبعا أنفاق السيارات يمنع فيها المشاة. كذلك يقدم إرشادات وتوعية بخصوص موضوع الافتراش، وكذلك موضوع إخلاء أماكن الطوارئ في المخيمات. دور الدفاع المدني حقيقة بارز، ليس فقط في معالجة الأخطار أثناء حدوثها، بل أيضا البحث عن وسائل منعها قبل حدوثها. أستاذ سلمان، ماذا عن أهمية التعاون المشترك لتوفير أعلى درجات السلامة من المخاطر لضيوف الرحمن والتصدي لكل ما يهددها من مخاطر في جميع أعمال الحج؟ برجال الدفاع المدني بكل أمانة يقع على عاتقهم مسؤولية ضخمة جدا. يبدأون الدفاع المدني بالتوعية لبعض المواطنين، ولكن للأسف الحجاج البعض منهم قد يجتهد اجتهادات فردية تتسبب في كوارث. ولكن رغم كل هذا لدينا دفاع مدني ولله الحمد في السعودية على جاهزية عالية وقدرات كبيرة جدا للتعامل مع أي حدث قبل وقوعه، ولذا المشاعر المقدسة تعرف مساحة محددة، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوادث طارئة أو ما شابه ذلك. ولكن خلال العشر سنوات الماضية ولله الحمد يعني المشاعر المقدسة لم تشهد يعني تلك الحرائق الضخمة أو الكبيرة. نجد في العالم الآخر في مساحات كبيرة جدا حرائق لا يمكن على السيطرة عليها، وإلا أنه في مكة المكرمة قدرات الدفاع المدني تجاوزت النظرة القصوى لحماية المشاعر والحجاج وتسيير الحج بكل أمن وطمأنينة. وإخماد أي حريق أو محاولة لإشعال حرائق داخل المشاعر المقدسة. نعم، إلى ثالث ملفاتنا الصحفية، حيث أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء عن بدء عمليات القياس لرحلة أداء الحج لهذا العام في دورته الثانية، مستهدفا 50 خدمة تقدمها 16 جهة حكومية لحجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها. كما اعتمد أداتي قياس جديدتين تتمثل في المتسوق الخفي ومنصة وطني، حيث سيوفد المركز عددا من المتسوقين الخفيين للتحقق من امتثال الجهات الحكومية في تقديم الخدمات للحجاج ل31 موقعا مختلفا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ فهد، وش رايك في هذه الخطوه؟ اداء نعم، حقيقه خطوه جميله. انا اليوم تواصلت مع اداء
تليفونية للتأكد من فعلا وجودهم، لأنه بعض الأسماء تتشابه الحقيقة. وحصلت على هذا الانفوغراف المقارن بين عام 39 وعام 40، يعني مثلا اللغات المستهدفة كانت العام لغتين، اليوم 9 لغات. جميل. نعم، في الاستهداف الخدمة العام كانت 30 خدمة واليوم 50 خدمة 1440. عندنا 7 مواقع 1439، بينما هذه السنة 31 موقع تستهدف أداء قياسها الخدمات. نعم. أدوات القياس عندهم كانت العام استبيانات فقط. نعم. السنة هذه 3 استبيانات، 3. نعم. استبيانات التسوق الخفي وال تطبيق. نعم. جميل. استاذ سلمان، مركز أداء يستعين للمرة الأولى ب30 متسوق خفي لتقييم الخدمات الميدانية. سؤالي لك، ما مدى انعكاس هذه المعايير العالمية والمرتكزات المتطورة التي يقودها هذا العام مركز أداء من مرحلة القدوم إلى المقادرة؟ ما أشار له ضيفك في الاستديو الكريم. نعم. أعطى ضعف ما كان عليه العام الماضي. من الطبيعي أن خدمة وزارة الحج لدينا المملكة العربية السعودية سنويا تسعى إلى إيجاد أو فتح قنوات جديدة من شأنها خدمة الحجاج بأي شكل كان. ما يحدث خلال هذه العام مثلا من نعم باختصار أداء رضا الحجاج وملاحظات وملاحظات المتدوين ما يرغبون فيه أو تجديده أو تحديثه في العام القادم، سيحدث الفرق في الأعوام القادمة بإذن الله. نعم مشاهدينا، وصلنا إلى آخر ملفاتنا الصحفية، حيث تبرز في موسم الحج العديد من المشاهد التي تجسد إنسانية رجال الأمن وتظهر ما يؤدونه من أعمال نبيلة لمد يد العون والمساعدة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان، وتظهر المسؤولية العظيمة التي يتحملونها لتحقيق أمن الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى وحتى عفوا مغادرتهم. أستاذ فهد، باختصار كيف تترجم دور رجال الأمن في إنجاح موسم حج هذا العام؟ والله دور رجال الأمن أولا في دقيقة، رجل الأمن السعودي ورجل الرجل السعودي عنده إنسانية حقيقة طاغية، في لأنها تتكون من ثقافات عديدة، ثقافة إسلامية، ثقافة عربية. نعم. من الشهمة والمواقف الإيجابية تجاه الآخرين. نعم. فما بالك لما يكون حاج يحتسب الأجر. نعم. من الله. أستاذ سلمان، سؤال أخير في هذه الحلقة، كيف ترى الجهد الكبير اللي يبذلونه طبعا رجال الأمن في هذا الموسم؟ هذا مو غريب على أبطال رجال الأمن السعوديين. لدينا في الحد الجنوبي الآن رجال يحمون هذه الأرض الطاهرة، ولدينا أيضا في الحرم والمشاعر المقدسة رجال يحمون المشاعر من أذى من تحاول له نفسه. نعم. أن يسيء إلى الحج. شكرا لرجال الأمن بكل صراحة. نعم، ومشاهدينا بهذا الملف نكون وصلنا إلى نهاية لقائنا فيكم لهذا اليوم. في الختام أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، ضيفي في الاستديو الكاتب الصحفي الأستاذ فهد الأحمري، شكرا لك أستاذ فهد، يعطيك العافية. وأيضا مشاهدينا من أبها البهية الأستاذ سلمان العسكر، صحفي في جريدة الوطن، شكرا لك أستاذ سلمان. الشكر الأول والأخير لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية برامج الإخبارية. إلى اللقاء.